بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ صالح الفوزان، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة من المستمع محمد عباس، محمد عباس مصر الجنسية ومقيم بالمدينة المنورة، يقول: ما حكم الشرع في تحديد النسل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن طلب الذرية والنسل أمر مشروع، وذلك لتكثير عدد الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود، وقال: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فطلب النسل هذا مشروع للمسلمين، وينبغي العناية به والتشجيع عليه. أما تحديد النسل فهذه دسيسة خبيثة دسها علينا أعداء الإسلام، يريدون بذلك إضعاف المسلمين وتقليل عددهم. فتحديد النسل لا يجوز في الإسلام، وهو ممنوع، لأنه يتنافى مع المقصد الشرعي، وهو تكثير أفراد الأمة وتكثير الأعضاء العاملين في المجتمع، وتعطيل للطاقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعمارة هذا الكون. فالنسل مطلوب، وبه تحصل مصالح للأفراد وللجماعات وللأمة. فهذه الفكرة، فكرة تحديد النسل، فكرة مدسوسة على المسلمين، وربما أنها أثرت على بعض المغفلين أو ضعاف الإيمان فتأثروا بها. فالواجب عليهم أن يمحوا هذه الفكرة من أنفسهم، وأن يطلبوا النسل ويكثروا منه، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وكثرة النسل يأتي معها الخير، لأن الله لا يخلق نفسا إلا ويخلق رزقها وييسر ما تقوم به مصالحها، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. فالذين يشكون أو يهددون بالأزمات الاقتصادية، وأن كثرة السكان يترتب عليها الشح في الأقوات والأرزاق، هذا كله من وحي الشيطان وأعوان الشيطان. الذين لا يؤمنون بالله وبتقدير الله، أما الذين يؤمنون بالله فإنهم يعتمدون عليه ويتوكلون عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ولما كان المشركون يقتلون أولادهم خشية الفقر، نهاهم الله عن ذلك، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. دل هذا على أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن كل نفس يقدر لها الله الرزق، وبكثرة النسل تكثر الأرزاق ويكثر الإنتاج ويكثر العاملون. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلتنا من السائل محمد قائد عثمان اليماني من الرياض، يقول: علمت أن كفارة القتل الخطأ هي صيام شهرين متتابعين، وأنا منذ حوالي عامين صدمت أحد المشاة بسيارتي، وقد مات هذا الشخص متأثرا بتلك الصدمة، وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح بدفع نصف الدية وقد دفعتها في حينها، وسؤالي هو: هل علي أن أصوم شهرين بعد أن دفعت الدية أم لا؟ وهل يجوز أن أؤخر صيامهما حتى تتاح لي الفرصة، خاصة وأنني الآن كثير المشاغل، وإذا لم أستطع الصيام فماذا أفعل؟ أفيدونا مشكورين. لا شك أن القاتل خطأ تلزمه الدية والكفارة، تلزم الدية في قتله على العاقلة، على عاقلة القاتل، وتلزم الكفارة في ذمة القاتل. قال تعالى:
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما. فأوجب سبحانه في قتل الخطأ شيئين، الأول الدية وهذه تكون على عاقلة القاتل خطأ، والثاني الكفارة وهذه تكون على القاتل. والكفارة تتكون من خصلتين، الأولى عتق الرقبة إذا كان يستطيع، إذا وجد رقبة واستطاع اعتاقها وجب عليه ذلك ولا يجزيه غيرها. فإن لم يجد رقبة أو كانت الرقبة موجودة ولكنه لا يستطيع اقتصاديا اعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة، إنما هي الاعتاق. فمن لم يستطع الاعتاق فإنه يصوم شهرين، فيلزمك صيام شهرين متتابعين وقد استقر في ذمتك، ويجب عليك المبادرة بأدائهما مهما أمكنك ذلك ومهما واتت الظروف. وحتى وأنت في العمل، العمل لا يمنع من الصيام، تصوم وأنت تعمل ولا يمنع هذا من الصيام، لأن تأخير هذا الواجب في ذمتك يخشى أن يعرض لك عوارض، فتبقى هذه الكفارة في ذمتك وتثقل كاهلك. واجب عليك الإسراع بتفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم. هذا سؤال من الأخ فيصل يوسف سعيد من الدمام مدينة العمال، يقول في سؤاله: يوجد رجل في القرية التي نحن فيها يقرأ القرآن بدون ترتيل ولا تجويد ولا معنى، ويعتقد في القبور والموتى وينذر لهم بنذور ويعتقد أنهم ينفعوا ويضروا، هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ وهل يجوز أن يصلي على الميت إذا مات وهو في هذا العمل؟ أفتونا مشكورين. من كان يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون وينذر لهم ويتقرب إليهم فهذا مشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن هذا يعبد غير الله، فلا تجوز الصلاة خلفه لأنه ليس بمسلم ما دام على هذه الحالة. ولكن الواجب عليكم أن تناصحوه وأن تبينوا له أن هذا شرك أكبر، وأنه يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بالتوحيد الخالص وترك عبادة الأموات وعبادة ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإن تاب ورجع إلى الله جازت الصلاة خلفه، أما ما دام على هذه الحالة فهو ليس بمسلم ولا تصح منه صلاة ولا تجوز الصلاة خلفه. وإذا مات فإنه لا يصلى عليه، إذا مات وهو على هذه الحالة لم يتب فإنه لا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم. الصلاة على الميت إذا كان مسلما، أما الكافر هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتولاه المسلمون، وإنما يتولاه أقاربه الكفار. أيضا من سؤال الأخ فيصل يوسف سعيد يقول: هل يجوز لأخي أن يتبرع بدمه لزوجتي أم لا؟ لا مانع من ذلك إذا دعت الضرورة إلى إسعاف زوجتك بدم، يجوز أن تسعف بدم أخيك وبدم غيره، لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز بيع وشراء الكلب والهر أم لا؟ لأنه يوجد ناس يبيعون مثل هذا ويشترون، أفيدونا شكر الله لكم. لا يجوز بيع الكلب وأكل ثمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فدل على أن ثمن الكلب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقرنه بحلوان الكاهن وأجرة الكاهن ومهر البغي يعني الزانية، فهذه المكاسب محرمة ومنها ثمن الكلب. كذلك الهر لا يجوز بيعه، وإن كان يجوز اقتناؤه في البيت ولكن بيعه لا يجوز. نعم. شكرا لله. أما الكلب فإنه لا يجوز اقتناؤه في البيت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا يجوز بيعه، لا يجوز الأمران، لا اقتناؤه ولا بيعه. أما الهر فيجوز اقتناؤه ولكنه لا يجوز بيعه. هذه رسالة من السائل محمد عبد الحميد محمد حاتم من اليمن الشمالي، يقول في رسالته: يوجد في قريتنا مسجد قديم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، علما بأن هذا المسجد يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة، كما أن هناك عدة قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجد، وكما هو معلوم أن هذه المقبرة يمر في وسطها طريق للرجال والنساء وأيضا طريق للسيارات، فما هو الحكم في هذا؟ أما إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد ولم يبنى المسجد من أجلها
وإنما بني للصلاة فيه، صلاة أهل الحارة فيه، والمقبرة في مكان منعزل عنه، لم يقصد وضع المقبرة عند المسجد ولم يقصد وضع المسجد عند المقبرة، وإنما كل منهما وضع في مكانه وبينهما فاصل، فلا مانع من الصلاة في المسجد، لأن هذا المسجد لم يقم على قبور، وإن كانت المقبرة قريبة منه. أما إذا كان المسجد قد أقيم على القبور فإنها لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن بناء المساجد على القبور، وشدد في ذلك ولعن من فعله، وهو في السياق الأخير، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، ولأن هذا من عمل النصارى والمشركين، فبناء المساجد على القبور هذا من الأمور الممنوعة في الشريعة الإسلامية، والتي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلها. وكذلك الصلاة عند القبور حتى لو لم يكن عليها مساجد، إذا كان عليها مساجد فالأمر أشد، إذا بني عليها مساجد فالأمر أشد، ولكن حتى الصلاة عند القبور ولو لم يكن قد بني عليها مساجد فهي ممنوعة ومنهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. أما قضية المرور، مرور الطريق في وسط المقبرة، إذا كان الطريق متحد والمقبرة على جوانبه فلا مانع من ذلك، لأن الطريق هذا لا يمر على القبور، وإنما هو طريق متحد ومنعزل عن القبور، وإن كان يمر بين مقبرتين فلا مانع من ذلك، كالشارع الذي يكون بين مقبرتين، إلا أنه ينبغي أن يقام على القبور ما يحفظها من أذى المارة ومن أذى المشاة، بأن يقام عليها حواجز جدران تفصل بينها وبين الطريق. أما إذا كان المرور الذي ذكره السائل يتطرق على القبور ويخترق القبور فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وعن أن يدوس الإنسان على القبر أو يطأ عليه أو يتطرق على القبور، لأن هذا فيه أذية للأموات وإهانة للقبور، وقد نهينا عن ذلك. فإذا كان الطريق يخترق القبور ويمشي عليها فهذا حرام، أما إذا كان الطريق لا يخترق القبور وإنما هو منعزل عنها فهذا لا بأس به، إلا أنه ينبغي كما ذكرنا أن يفصل بين الطريق وبين القبور بحائط. هذه رسالة من المستمع شعبان عبد الحميد إبراهيم، مصر الجنسية ويعمل بالعراق. يقول في سؤاله: أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج، ويوجد لدي أولاد، وبيني وبين الجار حوالي 50 متر، وأسمع الأذان، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي وتريد ألا أخرج من البيت لخوفها، فماذا أفعل؟ هل تصح الصلاة في البيت أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته لما يجده من المشقة في إتيانه إلى المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويروى هذا موقوفا على علي بن أبي طالب، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد. وجار المسجد كما ذكروا هو من بينه وبين المسجد 40 بيتا، يعني الجوار يمتد إلى 40 بيت من حوالي المسجد. والضابط في هذا سمع النداء، فإذا كنت تسمع النداء بالأذان المعتاد من غير مكبر الصوت، إذا كان لو أذن مؤذن بدون مكبر الصوت تسمعه، وجب عليك أن تصلي في المسجد وأن تجيب الداعي، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي كالمرض مثلا، أو ما ذكرت من أن زوجتك إذا ذهبت في الليل للصلاة في المسجد فهذا عذر شرعي يبيح لك أن تصلي في البيت، لأن زوجتك تستوحش وتحتاج إلى بقائك عندها، فهذا يعتبر عذرا شرعيا. نعم. هذا سؤال من السائل علي محمد علي المصري من جمهورية مصر العربية، ويسأل في رسالته عن سبب صلاة الظهر والعصر سرا في القراءة وباقي الأوقات مثل المغرب والعشاء والفجر جهرا. أولا، الواجب على المسلم أن يعمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعرف له حكمة، لأن الواجب الامتثال سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها.
معرفة الحكمة أمر ثانوي زيادة فائدة، وإلا فالواجب الامتثال، ومن ذلك الإصرار في صلاة النهار والجهر في صلاة الليل بالقراءة، الله أعلم بالحكمة في ذلك. ولكن ربما يكون من الحكمة والله أعلم أن صلاة الليل يجهر فيها لأن هذا أدعى للخشوع، ولأن قراءة صلاة الليل تكون أقرب إلى التدبر لهدوء الأصوات في الليل وانقطاع الشواغل، فإذا جهر بالقراءة كان ذلك أدعى للتدبر والخشوع، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالصلاة في الليل لها مزية، والجهر فيها القرآن له مزية، لأنه وقت تنقطع فيه الشواغل ويهدأ فيه البال ويتفرغ الإنسان للتدبر، بخلاف النهار فإنه وقت الأشغال ووقت الأصوات ويكون الإنسان مشغولا عن التدبر في الغالب. هذا سؤال من السائل جمال غريب منيع، مصر الجنسية ويعمل بالعراق محافظة الأنبار. يقول: توفي زوج عن زوجة وأم وابن، وترك ميراثه الشرعي، ثم قسمت وأخذ كل ذي حق حقه، ثم بعد ذلك تنازلت أم المتوفى عن حقها الشرعي لابن الابن الذي هو الابن في المسألة، وكانت في كامل قواها العقلية وبدون إكراه، وموجود للمتوفى أربعة إخوة أشقاء، البعض يوافق الأم في ذلك التنازل والبعض الآخر لا يوافقها، فما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء يشهده عليها، قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. دل هذا الحديث برواياته على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون البعض الآخر، وأن من أراد أن يعطي بعض أولاده يجب عليه أن يعطي الآخر مثله، فمثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز لأنه من الأولاد. هذه رسالة وصلتنا من المستمع ثاميم عين ألف من الرياض، ويقول في رسالته: إن جدتي لوالدي تصلي الصلوات الخمس المفروضة عليها كاملة، ولكن للأسف أن صلاتها خاطئة من أولها إلى آخرها، حيث أنها لا تركع بعض الأحيان ولا تقرأ التحيات وتقرأ الفاتحة بدل التحيات، بالإضافة إلى أنها تسلم بعد كل ركعة، وهذا شيء مما تفعله ولم نرضى مما تفعل، حيث قام أخي الكبير بتوضيح أن صلاتها خاطئة، وكان رد الفعل أن شتمتنا وفضحتنا وأخذت تبكي، وحتى لو علمناها الصلاة الصحيحة لا تستطيع أن تتعلمها لأنها تعودت على صلاتها، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل يجب علينا شيء؟ وماذا نفعل؟ أفتونا مأجورين. هذه المرأة لا تخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن تكون حالتها العقلية مختلة ولا تفهم ما يقال لها، فهذه لا حرج عليها، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج عليها، وما دام أنكم قد بينتم لها الخطأ ولم تستطع أن تفهم فلا حرج عليها إن شاء الله، لأن هذا هو منتهى قدرتها. أما إذا كانت عقليتها سليمة وإنما فعلت هذا عن جهل، فهذه لا عذر لها، لأن الجاهل إذا وجد من يفهمه ويعلمه زال عذره، ووجب عليه أن يأخذ طريق الصواب. فالواجب عليكم أن تكرروا عليها التفهيم، وأن تخوفوها بالله عز وجل، وأن هذا لا يبري ذمتها، وهذا ما يسعكم، فإن استقامت الحمد لله، وإلا فقد أديتم الواجب، واسألوا الله لها الهداية. نعم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة من السائل ألف صاد من المنطقة الشرقية، يقول: يوجد لدي بعض من الناس يقومون بترويج الإشاعة الباطلة عني، ويصفونني بأوصاف قبيحة، وإنني إنسان أعرف أنني بريء مما يقولون، وقد قمت بمقاطعتهم، وذلك حتى لا يحدث ما يحمد عقباه، وعلى أثر ذلك ارتاحت نفسي، فهل أنا على حق في مقاطعتهم
وهل بصبري عليهم أنال حسنات منهم؟ أرجو نصحي بما فيه الكفاية. يجب عليك أن تصلح فيما بينك وبين الله، وأن تصلح ما عندك من الأخطاء، وبعد ذلك لا يضرك ما يقال من الناس إذا كانوا غير مصيبين في قولهم، وإنما يكون الإثم عليهم، مع أن الذي ينبغي لك أن تتجنب مصاحبتهم ما دام أنهم يصفونك بهذه الأوصاف ويؤذونك ويضايقونك، فلا تصاحبهم، لأن مصاحبتهم والحال هذه ربما يترتب عليها مفاسد، وربما يحصل بينك وبينهم شيء من الاعتداء أو من سوء العشرة أو غير ذلك، فابتعد عنهم إلا إذا كان في مصاحبتهم مع تعديل سلوكك وتصحيح أخطائك، إذا كان في مصاحبتهم إزالة لما علق في نفوسهم نحوك من سوء الظن، فإن هذا شيء طيب. فإذا كانت مصاحبتهم يحصل منها مصلحة، يعني تزيل ما علق في أذهانهم من سوء الظن بك، فهذا شيء طيب. أما إذا كان في مصاحبتهم زيادة شر وزيادة اتهام، فابتعد عنهم وأصلح ما بينك وبين الله، ولن يضرك أحد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم نورا على الدرب. نشكركم لحسن المتابعة. أجاب على استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان. قام بهندسة الصوت فهد العثمان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة